السلام عليكم، لقيت هذه الورقة على السيارة وأنا خارج. السلام عليكم، اسمي عبد الله، أنا أخويا من أشد المتابعين، والله يحفظ أولادك. هذه طريقة لطيفة لتعبير حبك. الله يحفظك يا عبد الله، أنت وأخوك. شكرا لكم، أسعدتوني. خليل يعطيك العافية. ماينكرافت ستوري مود بلاي ستيشن 3. شكرا قليل. إيمان هابي فيس، ساد فيس، انجري فيس، سربرايز فيس، سيلي فيس. أنس بيلعب اللعبة اللي خليل أعطاله، هي يعطيك العافية خليل، أعطاله ماينكرافت. هذه أختك ما شاء الله تبارك الله، إيش اسمك؟ مريم. ما شاء الله، الله يحفظك. وهذا إبراهيم. إيش رأيك في المقلب اللي نزلته؟ والله ما أدري. لا لا قول قول يلا. والله حلو. ها والله ما أدري. بنتكلم عن مقلب، إيش اسمه؟ فيجارو. ما عجبني بس حطيت لايك. شكرا يا بطل. أيوه حتى لو ما عجبك أشياء ومقالبي تعطيني لايك. أيوه مو كذا كذا ولا كذا، خلاص؟ كنت هاي فايف. كذا. لا إيش بك؟ خليل يهو يهو. انا حطيت ولا لايك عشان ما اشحن جوالاتي ولا ايبادي ولا شيء يا طيب اشحني اشيائك. ايش بك انت مريم؟ لازم تشحني. طفشت من الاجهزه. لا 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 اشحني اشحني. يوسف شايفني بحط الشراب والجزمه، فعلى طول عرف انه احنا طالعين يقطع معنا. من زمان ما جينا هذا المطعم، اعتقد هم ما قد جوا في هذا المطعم. لا والله ما ادري شو هذا. ايوه هذا محل معروف ب شو اسمه، سندويتشات ستيك. احمد تعرفه؟ الله عليك. هو يعرف كل محلات الاكل ما شاء الله. خبير اكل. ايش؟ احمد مسوي عملية جراحية ولا ايش؟ ميكن ستيكس. جاهز يا خليل؟ ما شاء الله، آخر مرة رحنا مطعم هو طلب أكثر أكل من بيننا وأكبر مشروب. ما شاء الله هو بيجهز حاله دحين. عشان ياكل أكبر قدر. أيوه. ترى هنا فعلا في هجوم. هجوم واحد اثنين. احمد ما شاء الله حياك الكوشه. احمد ترى والله في متابعين تركوا تعليقات تقول فين احمد، طيب نبغى نطلع في يطلع في الفلوج. هو فينك؟ لما تطلع معايا؟ جلسه. زور محمد لا تقعد معايا. كده تروح؟ محمد شوف محمد شوف. اوه فنان ما شاء الله، يعرف يفقع. ايوه يلا يا شباب. اظن ما في احد غيرنا في المطعم، ولا في احد؟ في واحد وراي بس ما شفت احمد، فعشان كذا بدينا ناخذ راحتنا نطلع اسواد. شوف النظاره، ياخذ كله زباله يحطها عندي. استغفر الله العظيم. ها جيب لك واحد فار من هناك يجي يقسمك. فار؟ من فين؟ عندنا واحد. لا لا عندك فار؟ الحديقه كلها فيران. الحديقه كلها فيران. انا ما حجبته مره في العيد. مره في عيد فار لحق علي. ايوه والله لحق علي صح. انا قز علي. انا يا شيخ اقول لكم قصه، اول ما تزوجت اوكي استنى شوي قصه عشان اشوف فيها. اول ما تزوجت نقلنا لشقه صغيره في لندن، ورحت الحمام والله فار صغير كذا جري ومسك ولمس رجلي، والله انا سحت ذنبي قدام مرأتي واخوها. مرأتي ايش اقول طيب؟ زوجتي؟ مراتي؟ مراتي قدام زوجتي واخوها، فكان مره احراج. للتو تزوجت يمكن كم اسبوع وصحت زي البنات. والله الفار وين راح؟ خليك رجل فين راح؟ مو فاهمين متابعين، انا عشان دائما اقول له خليك رجل. طيب اللي خليك رجل فين راح؟ انا شكلك هندي. ها؟ انا شكلك هندي. شكلي هندي؟ ايش هو هنا؟ لا تكون عنصري. لا تكون عنصري. اه؟ ما عنصري، يحب الهنود. انت تحبه. يبغى يشوف الحركة هذه اللي كنت سويها من زمان. شوف شوف شوف. This is mine with him. شوف شوف احمد ما ياخذ شيء الا بس بصل. دخل فيني. ما يبغى شيء بيتزا صغر. The complete mine. شوف انا حقي complete يعني انا رجل واحد complete. كان انت بس السجن. Yeah, this is his. Thank you. Okay, enjoyment. Thank you very much. مرة كنت في العمل في بريطانيا وزملائي كانوا يضحكون على شيء.
فقعد طالع كذا وما اعرف يعني ايش قالوا. طيب نرسل لك هي بس لا تزعل. طيب ارسلوا لي ايميل الموضوع او عنوان الايميل مكتوب ايش الفائده، والمحتوى كان عن عباره عن صوره. هذه الصوره شوف، هذه هي الصوره. فقاعدين يضحكوا في بريطانيا يقولوا ايش الفائده انه هذا يصورهم كلهم لابسين نقاب زي كذا. اظن الصوره هذه مره اشتهرت، حتى لقيتها في جوجل لما بحثت واتس ا بوينت ايش الفائده. ها احمد، كاكا ولا بيبي؟ ايش ايش، استغفر الله العظيم. مره كنا في البيت القديم، احمد راح الحمام بس ادب بالله. انا كنت ابغى ردة فعل. شوف هذا اكبر ردة فعل اقدر اطلعه منه. نبغى شيء اكثر حركة، اكثر نشاط، كلام، صوت يطلع منك. يوسف طالع هنا، يوسف لا توقف قريب مرة من التلفزيون. ايمان على ايش قاعدة تتفرجي؟ باربي. ها؟ باربي. انس قول بسم الله. لا شاطر. اذا انت بدات تاكل خلاص ايش تقول؟ بسم الله. بسم الله واولى و في اول واخر، ولا طالع في الشاشه فوق، طالع هنا. يبا لا طالع في الشاشه العدسه. ما شاء الله تبارك الله. ابراهيم بيصور على السناب شات حقي. احنا في البلد صراحة مستمتعين بالأشياء هذه والجمال. أيوه ومشيع محمد أخويا. أيوه حياك الله محمد. حياك الله، جاي من الباحة ما شاء الله. إيه جاي من الباحة وراجع بعد بكرة. ها بعد بكرة بإذن الله. شرفتنا الله يحفظك. أهلا الشباب. طيب بخشم. طيب كذا خشم خشم إيه خشم. أيوه أيوه جميل بخش صاحبي من أيام المدرسة. أنا عرفت عليهم. أتكلم إنجليزي تمام، فكنت أتكلم معه إنجليزي بالمدرسة كثير. أقول قول ويتا ويتا. عالي عالي صوت ويتا. قول أنت قول. أي بس British accent. إيه بدي أذكر ويتا. ويتر. لا 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 ويتر. إيه ويتر ويتر. لا لا بس ويتر. يلا علي American accent. قول ويتر ويتر. لا علي صوتك ويتر. لا لا علي أكثر. لا 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 عشان اسمك علي علي. في كلمات في اللغة الإنجليزية لما تقراها يطلع شيء وبس نطقها شيء ثاني، فاهم؟ كثير كلمات طيب. مو زي العربي يعني تقرأ كلمة وتنقري على حسب الحروف. طيب يلا بسم الله. فمثلا أنا بعطيكم دحين كلمة تقولوا لي كيف تقروها، أنا ما حوري جميل لأنه هذا يمكن يعرف. فاقرأ هذا كلمة، استنى أوري الكاميرا أول. فوكس فوكس. أها أنا شيلتون. لا لا علي صوتك أنطق الكلمة. أنا شيلتون. أنا شيلتون. أيه. أنت Annihilation. انت طيب انا ليش. طيب شوف صراحه كثير ناس اول ما يشوفوا الكلمه يقروها انيهيليشن. اوكي انا نفس الشيء صار لي بس لما سمعتها انيهيليشن. يعني في كلمات لازم تسمعها حتى تعرف نطقها. شوف ممدوح يدرس، هذا صاحبنا من ايام مدرسه ما شاء الله تبارك الله. ممدوح لا يدرس. محمد يعطيك العافيه، جاب الكيكه هذه، افتحها ممدوح لو سمحت. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. مبروك على 350 ألف يوتيوب. أما شيء الله يجزيك الخير. شكرا والله. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا لك، جزاك الله خير. شكرا. حتى أهلي ما فرحوني بكيكة، تخيل لو وصلت 100 ألف. والله إن شاء الله. لا أمي ولا زوجتي ولا أحد. يعطيك ألف عافية. والله شكرا جزيلا. إن شاء الله. شكرا شكرا لكم. طيب دحين بنألف قصة، كل واحد لازم يقول جملة. ماجد طلع طيارة بسرعة. أكل تفاحة. دخل الحمام. شرب عصير. شرب عصير الحمام. كلم المضيف في الحمام. الحمام مرة ثانية. الحمام مرة ثانية. شاف نفسه في المرايا. الطيارة انفجرت و بس ما أقدر أقول، ما أقدر أقول جملة ثانية. يلا انفجرت الطيارة، إيش صار لماجد؟ طاح. طاح فين؟ على جزيرة الأشباح. أنقذوه.
جرى شويه بعدين مات انت خلاص لا جرى بعدين راح عند البحر وخذ سمك وبعدين والله هذه ثلاث جمل في واحده ما شاء الله رجع واكل ستيك لاول مره من سنين شاف عصور وارسل تويتر لايك سبسكرايب شير البطل محمد غرسان الغامدي ايوه نبغى حركات كذا يها كمان حركات بوجه ايوه والله فسخ الشبشب او بسم الله الرحمن ما شاء الله تبارك الله حلو شكرا لكل المتابعين على متابعتكم لنا وصلنا 350 الف مشترك شكرا لكم وان شاء الله نوصل المليون. معظم التصوير كان في المطاعم هذا الفلوق الله المستعان. اليوم مسافرين احنا ان شاء الله ولاول مرة ساحاول ان انزل فلوقات يومية الاسبوع هذا ان شاء الله كل يوم بنزل فلوق بحاول. وانهي هذا الفلوق باقتباس من هنري فورد قال افضل صديقي يظهر او يخرج الافضل ما فيه. يعني انت تظهر الافضل ما لديك مع صديقك هذا. اذا انت تظهر اسوأ ما لديك اذا خيارك في صديقك جدا سيء انتبه. تشوفونا في فلوق الجاي ان شاء الله. مع السلامة.